صباح الفل عليكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجنا حواديت مصرية. صباح يوم جديد في حياتنا، وهنناقش موضوع جديد النهاردة. طبعا أساس كل حاجة هما الست والراجل، هما أساس كل حاجة، عشان كده لازم يتعلموا إزاي يفهموا بعض عشان يقدروا يبنوا أسرة سوية وسليمة، وبالتالي يبنوا مجتمع كامل. عشان كده معانا النهاردة دينا سمير موسى، رئيسة لجنة المرأة لجمعية روح الحب الثقافية. ازيك يا دينا؟ ازاي حضرتك؟ عامله ايه؟ ازيك يا وسام؟ الحمد لله تمام. هنتكلم النهاردة عن التعاملات الأسرية بين الراجل والزوجة. هنسألك أول سؤال معانا النهاردة، اتفضلي. ازاي الراجل يرضي زوجته لو مزعلها؟ لو هو اللي مزعلها، لو هو اللي مزعلها، بصي هقول لك على حاجه. هو طبعا السؤال ده مهم جدا. في ازواج من النوع اللي هم لما يزعلوا زوجاتهم اول حاجه يعملوها يوصلوها لدرجه العصبيه الزايده، ويقولها طب بصي انا هسيبك تهدي شويه، وايه هنزل الف لفه او انزل اقعد شويه على القهوه او مع اصحابي او كده، وعلى ما تهدي. طبعا دي طريقه غلط جدا جدا جدا. انت كده بتزود الموضوع اكتر، بتستفز عصبيتها اكتر، وده ما يصحش. مع ان هي المفروض الست ممكن بكلمة واحدة اصلا يقدر يراضيها ويعني يهديها، لان هي الست بتطلع تطلع وتنزل على ما فيش. عندك حق، ده مش بكلمه، ده ممكن بنظره اه ممكن بلمسه، يعني مثلا يعني بس كده، هي بس بتبقى قاعدة اهدي يا تنفعل حبيبتي تنفعل اخبارك ايه، ومستنية انت منه لسه بس ان تعبانه، انت هو لسه متضايقه، طب يعني هي كده بتنفعل تنفعل ومستنية منه بس كلمة كويسة هترجع على بالظبط. طول. اصل الست يعني من طبيعتها اصلا يعني بتبقى عايزه البدايه عند الراجل، دايما البدايه تبقى عند طب الراجل. هل الست نكدية فعلا زي ما بيقولوا؟ اه في ستات نجدية وده الأغلب ولا؟ انا ما بجيش مع الراجل على فكره، بس انا بحب ابين يا جماعه الجزء المظلم اللي في الراجل اللي الستات ما بيعرفوش ساعات، يعني في حاجات فعلا بيبقى الرجاله مظلومه فيها، وفي برضو رجاله نكديه، مش ما فيش رجاله نكديه، لا برضو في، بس هو ممكن الست النكديه دي بسبب ان هو ما بيديهاش مساحه اصلا للكلام، فبتحاول تعمل اي مشكله تفتعلها علشان تعمل يعني يبقى ليها تنتبه، يعني ينتبه ليها ان هو هي الستات عموما بيحبوا يتكلموا كتير، بس هو لو اداهم شوية اهتمام يعني خلاص، يعني ما هو بيبقى عندك حق، هو الاهتمام ده اصلا ده اساس 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 الحياه الزوجيه والحياه الاسريه واساس الحب، الاهتمام. يعني انا افضل الراجل اللي يهتم اكتر من اللي يحب. اه زي ما بيقولوا الاهتمام ما بيتطلبش كده. بالظبط كده فعلا. لا فعلا اه الاهتمام فعلا مش بيطلب، الاهتمام فهي لو بيتحس. فضلت كل شوية تطلب منه ان هو يهتم بيها، ان هو هيجي عليها وقت وتزهق. ما ينفعش اصلا تطلب منه. المفروض هو لو راجل فعلا ذكي لماح فاهم مفاتيح مراته كويس، ما استناش انها تطلب منه، هو عارف هي ايه اللي بيرضيها وايه اللي بيبسطها وايه اللي بيزعلها وايه اللي بيخليها كويسه، هو معاه مفاتيحها كلها. لو هو ذكي كان المفروض الحاجات دي عارفها من الاول، من اول ما اتجوزوا وبدات حياتهم الزوجيه في البيت، من قبل حتى ما يخلفوا وقبل اي حاجه، المفروض هو بيحط يعني ايده على كام مؤشر كده في طريقه تصرفاتها، في سلوكها، في الحاجات اللي ممكن تزعلها واللي ممكن طب هي تفرحها. الست فعلا بتفتعل المشاكل ولا هي بتبقى المشاكل تستاهل؟ لا في مشاكل تستاهل طبعا، مش كل حاجه احنا يعني كستات برضو ما احناش مجانين اكيد للدرجات طبعا. دي، يعني احنا اه مش، لا 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 اكيد طبعا في مشاكل تستاهل. وعلى فكره هو معظم افتعال المشاكل لو هتفتعل مشكله هيبقى بسبب الاهمال، لو في مشكله حقيقيه هي اذا بتفتعل مشكلة ساعات عشان تلفت تشوف. نظره. ايوه تلفت نظره. بالظبط، بدل ما مثلا يكون مثلا كل يوم بينزل يسهر بره ويجي يتفرج على ماتش في البيت وبعد كده ياكل وبعد كده ينام، لا طب انا عامل لك مشكله تلهى فيها شويه وتشغل معايا، اجل بقى صحابك، اجل كل ده والغي وركز بقى معايا، حتى لو كانت مشكله. يعني على فكره ده يبقى حب، يعني ده الست فعلا بتحبه، يعني لان الست لو مش بتحبه هتقول له يعني خلاص خليك بره براحتك، يعني مش هتدقق معاه اصلا، مش يعني هتهتم. اه لو هي زي ما هو بتحبه يعني بالظبط هي مش مش بتحبه هيهتم مش مهمة. فبيكبر دماغه منها، هي نفس القصه. فحته الاهتمام دي طبعا دي حاجه اساسيه جدا، يعني بالنسبه للست والراجل، انا مش باجي على الراجل بس، يعني مش بقول بس الراجل هو اللي يهتم، لا طبعا بالنسبه طب هو للطرفين. يقدر يرضيها ازاي لو هو مزعلها يعني؟ يفضل جنبها لحد ما يمتص غضبها ويرجعها حياتها الطبيعيه، لان ما يعرفش يعني طبيعه، ما يعرفش هي ممكن توصل بس لايه. الكلام ده برضو محتاج راجل صبور شوية. والله هو محتاج رجل صبور، وبرده على حسب الست، في ست مش بتتراضى بسرعه، اه وفي ست ممكن بكلمه بتتراضى، برده بترجع على حسب يعني المشكلة الناس دلوقتي بقى بالهم مش طويل، او زي ما تقولي كده ما ضغوطات بقاش الحياه. ليهم. ايوه ضغوطات الحياة ما بقاش ليهم كده طاقة ان هم يستحملوا بعض، ان هم يصبروا على بعض. ما حدش عنده خلاص ان هو قادر ان هو يستحمل ويصبر ويسمع. الناس كلها بقت
خلاص تحسي انها مضغوطة يا يعني، اما هل ده فعلا من ضغوطات الحياة والكلام ده ولا من ايه؟ هو ده حقيقي فعلا. هو طبعا اكيد يعني احنا مش هنيجي كله على الراجل والست، اكيد برضو في عوامل تانية خارجية بتأثر على الحياة الأسرية والحياة الزوجية وعلى العلاقة نفسها في الزوجية ناس بين الراجل بتلاقيها والست. بتقف لبعض على الواحدة. دول اللي هما بيبقوا خلاص الحب بدأ يخلص ينتهي، فيبتدوا يركزوا في العيوب، فاهمة؟ ما هو الحب بيلغي العيوب، الحب بدأ يقل يسحب لبعيد، العيوب بدأت تدخل من الناحية التانية، فيبتدوا يمسكوا لبعض، ينتقدوا بعض، يفتعلوا بعض مشاكل، يمسكوا الغلطة على بعض. دي بتبقى طبعا بتبقى بداية انهيار العلاقة الزوجية أو الحياة الزوجية والأسرية، وده طبعا لازم الإنسان يحس إن هو أو الزوج والزوجة ما يحسوا هما دخلوا في حتة يحاولوا يشوفوا بقى ايه المشاكل اللي الانتقاد وصلتهم لبعض لكده بالظبط، ويحاولوا ان هم يبتدوا يركزوا يحلوها. يقولوا ده كده، ده مؤشر، ده حاجة غلط، ده في يدي كده ضوء أحمر عندهم إن في إنذار إن طب في هم حاجة ازاي غلط. ياخدوا بالهم ان هم وصلوا للمرحلة دي؟ بيبان من كتر المشاكل ورا بعضها. اصل بصي، في ممكن الواحد ومراته لو متفقين ممكن تبقى في مشكله، بس هما فاهمين بعض فبتتحل، وفين على ما تيجي تانية بس تبقى بطريقه تانية او مشكله موضوع تاني خالص، مش هي نفس المشكله اللي هترجع تاني بنفس عواملها، لا لا لا، اكيد برضو في تغيير. لو هما فاهمين بعض مش هيعيدوها تاني. يعني انا لو مثلا مزعل، انا كست لو مزعله زوجي وعارفه ان انا غلطانه، مش للاسف بقى مش هيبقى ان انا اتاسف له انا اسفه وخلاص، لا، للاسف ان ما اعملهاش تاني، ما كررهاش تاني. كذلك هو ما تتأسفليش، لا، انت ما تعملهاش تاني، ده للأسف عندي، لكن انا اسف وارجع اعيد، لا، ما ينفعش. طب ايه في رأيك اكتر صفة الراجل بيحبها في الست وايه اكتر صفة الست بتحبها في الراجل؟ طيب بصي، نبدأ بالست ماشي بتحبها يلا. في الراجل. احنا كستات احنا بنحب الراجل الغني، الغني جدا، الغني قوي، الفقير ده احنا مش بنبص له اصلا، ما بيركزش معاه. بس مش شرط برضو يعني، الفلوس مش كل حاجة دايما. لا حضرتك، انا مش قصدي على الفلوس على فكرة، لا، احنا بنحب الراجل الغني في المشاعر، الغني في الاحاسيس، الغني في الحب، في الاحتواء، في العطاء، في التضحيه، ده الغنى. احنا مش غنى فلوس، ما بيخدوهم فقراء يغنيهم الله، يعني احنا مش بنتكلم في فلوس خالص، لا، احنا كستات بنحب الغنى في الحاجات المعنويه، لان احنا ما يفرش معانا الفلوس. الست ممكن لو الجزء لو الراجل مش وحبيته خلاص بتتجوزه، حتى لو هو مش حالته حاجه خالص، مش بيفرق، تنيها معاه ووراه وكل حاجه. وطبعا ده في حاجات كتير وتجارب كتير وقصص كتير بنفس الطريقه دي، لكن حتة الغنى في المشاعر والأحاسيس والحب والعطاء والتضحية، معلش أنا أسفة، مش أي دي راجل صعبة يعرفها، جدا ان مش ما أي راجل تبقاش موجودة. يقدر يديها. الست ممكن تدي كل الكلام ده، يعني احنا كطبيعتنا أغنياء في الحاجات دي، عشان كده احنا بندور على الغني اللي زينا في الحاجات ايوه دي، فاهمة كلامي؟ لذلك الست دايما تميل لحد يحتويها ويهتم بيها، مش يقعد يديها في فلوس ويقول لها روح اشتري وريح. لا، لا، مش القصة في كده خالص، مش قصة ماديات على فكرة خالص. بيبقوا مليونيرات وستاتهم برضو ممكن يميلوا لحد تاني بكلمة، لأنك أنت فقير أصلا من ميبقاش جواك، فيه أنت إنسان احتواء. فقير، ما عندكش الرصيد الكافي اللي يكفي زوجتك وولادك وبيتك، مش زوجتك بس. فبالتالي تلاقي مراتك ممكن تميل لصاحبتها، تميل لمامتها، تميل لحد تاني إنه تحكي له تشكي له، ممكن ابنك برضو يروح يميل لواحد صاحبه، الله أعلم وحش ولا حلو، ما أنت بتعمل خلل. المفروض أنت المحور الأساسي في البيت، لو أنت شايف نفسك كده يبقى قوم بدورك مظبوط، ما تبقاش اسمك راجل في البيت وانت اصلا عندك خلل في كل حاجه حواليك، ما ينفعش، لان كله معتمد عليك، انت رب البيت. للأسف ده برضو ممكن يكون بسبب ضغوطات الحياة، لا كله بس مركز في الشغل وفي ازاي اعمل كذا وابني كذا واعمل كذا فبيحصل خلل بقى في ناحية المشاعر والاهتمام والكلام ده. طيب ماشي، اوكي، انا معاكي، ضغوطات الحياه وبرضه الراجل ما يبقاش فاضي للكلام ده. هو الراجل اصلا لو مثلا حتى في عز شغله لو بعت رسالة لزوجته على الواتس أو على التليفون في مثلا، حاجات فعلا زي ما لا، بتقولي حاجات كده، ده حاجات هايفة جدا حاجات بسيطة جدا ممكن تفرق مع بالظبط. الست راجل كتير اشمعنى جدا. الراجل لما بيعرف واحدة على مراته بيبقى سهل جدا، كل وقت مناسب ليها وكل حاجة متاحة ساعتها وجميل جدا لا طبعا، لا لا، هو دي بتبقى رغبة، انت ليك رغبة تكلم اللي عايز مراتك يعمل حاجة وتطوعيها يقدر يعملها حتى لو بالظبط، 5 دقايق هي في اليوم، بترجع للرغبة، فاللي هو يعني ليه مش رغبة ان هو يراضي مراته او يحاول يسأل عليها او يهتم بيها هيعمل، ملوش الرغبة مش هيعمل اي حاجة، حتى لو هي قدامه، حتى لو هو فاضي ملوش اي حاجة، ممكن اي حد ملوش لازمة اهم منها هي، فدي بترجع لكده. طب وبقى ايه الصفات اللي الراجل بيحبها في الست؟ نفس الصفة، نفس الغنى في كل الحاجات المعنوية دي موجودة فينا أصلا، بس طبعا لا، الراجل ليه طبعا حسابات أخرى، يعني الراجل طبعا احنا كستات المفروض برضو يعني نلم الدور شوية بلاش نتعصب قوي بلاش نتلكك له على كل حاجة، بلاش رايح فين وجاي منين ومش عارف ايه والحاجات الزايدة عن حدها، لأنه لو عايز يعمل حاجة هيعملها، طب فالراجل مفيش حاجة بتغلبه. هل الغيرة الزايدة دي بتبقى في محلها فعلا؟ يعني هل بتبقى غيرة ولا شك ولا هو الراجل فعلا يستاهل ان هو يتشك فيه ولا
لا هو مش كل الرجاله وحشه يعني بصراحه، بس هي الست كل واحده اضرب زوجها، كل واحده اضرب زوجها. لو هي عارفه ان جوزها من النوع اللي لازم تبقى واقفه على راسه وعارفه ورايح فين وجاي منين، ده هيخليه يستقيم، خلاص هي قادره. لو الست شايفه ان لو هي عملت معاه كده هتخليه ينحرف، هيقول لك لا انت بقى، طب انا ماشي كويس، انت بتتهميني بحاجات مش فيا، طب انا هعمل عشان انا كده كده انا وحش. في فاهم فعلا قصدي؟ من كتر ما هي بتشك فيه كده بالظبط. بتخليه خلاص، طب ما انتي بتشكي في حاجة مش موجودة، طب انا هعملها بجد الست بقى. اضرب جوزها في الحته دي. وفي ستات ما بيبقوش فاهمين اصلا هم بيقولوا ايه، هم عايزين بس اي حاجه وخلاص، اي خناقه اي مشكله اي كده، المهم ان انا وفي اثبت ناس نفسي. بتبقى عندها غيرة يعني اوفر زيادة عن اللزوم. لا الغيره دي بتقتل كل حاجه، الغيره دي اصلا بصي. هل دي تبقى غيرة ولا شك؟ لا هي غيره بتؤدي للشك، لان اصلا معروف الراجل يعني مثلا الراجل لو حب بيوصل لحد الغباء بيبقى غبي مع مراته شويه، بيبقى غيره برضو، فاهمه؟ الست لو حبت بتوصل للجنون، ممكن تتجنن، فدي برضو حاجه غصب عنها على حسب حبها للراجل، طب وازاي فاهماني؟ يقدروا يتحكموا في حاجة زي دي؟ بصي انا دايما بصراحه بنصح عن صحباتي نفسهم، دايما كنت بنصحهم بدعاء حلو قوي بينهم وبين نفسهم كده، يقولوا يعني يحفظ لهم حياتهم وبيتهم وكده. بس طبعا يعني بترجع برضو لعوامل تانية وكده، بس هي بتستودعه عند ربنا، ده اللي اقدر اقوله لها. يعني انت عايزه جوزك ربنا يحفظه لك، مثلا قولي اللهم اني استودعك قلب زوجي وعينه وبصره وفؤاده وفرجه ويديه وقدميه التي لا تضيع ودائع ملكك في السماوات ولا في الارض. الدعاء ده على فكره جميل جدا، ده لو جوزك برايح يعمل حاجه تلاقيه راجع منها تاني، لو يعني بقدر الامكان انت استودعتيه عند ربنا، فربنا الادرى بيه. سيبي امرك لله في الحته دي، في حاجات احنا ما نقدرش نعمل فيها اي حاجه خارجه عن ارادتنا بس من كل فعلا اللي عايز الاتجاهات. يعمل حاجة هيعملها، مش هتقدر بالظبط. مهما بس قالته ففي رايح فين حاجات وجاي فعلا منين، انت مش يا رب هتقدر حاسبي تمشي ورا واوكلي فيها. 24 ساعة يعني. الله ينور فاللي هو عليك. ففي حاجات فعلا لازم ربنا الادرى بيها، فاحنا نسيبها بقى ايه، مش هنبقى احنا ماشيين يعني مخابرات وراه، مش طب هل في الدرجات. راجل مخلص؟ اه في اكيد في راجل مخلص. بصي هو الراجل المخلص اوي طبعا بيبقى مخلص لربه لو مخلص لبني ادم فطبعا يا اما مخلص لمراته جدا يا اما مخلص لصاحبته نظريتي انا، يا مخلص لمراته يا مخلص لصاحبته لو لقيت امه مؤدب يعني ما بيبصش بره ولا عينه زايغه ولا اي حاجه. ف بص اصل احنا بني ادمين يعني، فاكيد كل واحد فيه الحلو والوحش. بس عامه لا في رجاله طبعا مخلصه اكيد، يعني انا بهزر يا جماعه على فكره، مش بقى عشان بس ما تفهموش غلط، لا في رجاله طبعا اكيد مخلصين. للأسف النسبة الأكتر لأ، هي الاغلبيه طبعا. وعلى فكره في ستات برضه مش مخلصين، يعني في للأسف. كده وفي كده، مش هنيجي على يعني الراجل ناس كتير على ما طول يعني، معلش. بيكفيهمش اللي معاهم وبيبصوا في ايه العيوب في اللي مش يعني ايه الحاجات اللي مش موجودة عندهم ويدوروا عليها بره، هو مع ان برضو ممكن تبقى في حاجات كتير كويسة قدامه هو مش شايفها. ما هي دي بقى بصراحة يعني، بصي بترجع للست، يا ست بدم عاملة اللي عليها وزيادة، فهو بقى لازم يشوف بره او عشان ان يعرف هو قيمتها. فدي ايوه بقى او ان هو يقارنها بست تانية، في حاجات كتير ممكن صدقيني تضايق بيرجع الست لمراته و تاني لما برضو نزوة. بيلف ويلف هو ويرجع لها بطبيعة في الراجل الاخر. يا جماعة، أصل ربنا احنا مش هنطلع أكتر من ربنا اللي عارف طبيعة البني آدم، الحاجة اللي خلقها يعني، ده حلله أربعة غير ما ملكت أيمانكم. فأنت بتتكلمي في إيه؟ احنا اللي هنيجي بقى نملى عينه من كل الاتجاهات؟ استحالة طبعا، يعني مش حاجه مش منطقيه خالص. صح انا طبعا معاكي مش حق. باجي على الستات او ان انا بدي مساحه بقى للرجاله يعني ان انتوا صح في كل حاجه، لا بس في حاجات فعلا ما مش هنضحك على بعض، احنا فعلا في حاجات مش هنقدر ان احنا نحاصره مش فيها. هنقدر نغيره خلاص بالظبط. هو يعني. طبيعه، اصل دي طبيعته كده، هو طبيعته كده يعني، اللي هو برضو بيشوف الحاجه الوهله الاولى عنده دي بتضيع له الدنيا يعني. ممكن لو مثلا شاف واحده حلوه مش عارف ايه او اي حاجه بيتبهر بيها ممكن ينسى الدنيا كلها، بس بقى ترجع لصوابه تاني، المهم ان هو ايه يبقى جرب التجربه، فاهماني؟ فالست ما تزعلش بقى من الحاجات دي، تيجي على نفسها شويه، هنعمل ايه طيب؟ طب ايه سبب هروب الراجل بره البيت؟ لا هو حاجات كتير، هروب الراجل بره البيت لا حاجات كتير جدا تخليه يهرب بره البيت. اول حاجه لو مثلا مش شايف راحته في البيت، راحته طبعا يبقى اكيد مراته، لو مش لاقي راحته في البيت، لو هي مش موفره له الراحه التامه، الهدوء، الطمانينه، السكينه، دي اهم حاجه طبعا اللي بتلاقيه على بتخليه طول بقى عايز يهرب بره البيت، يروح يقعد على القهوة، يقعد مع اصحابه، ما مش عايز الهروب ده. يرجع اللي البيت. هو حته صحابه وقهوه والحاجات اللي هي الطبيعيه اللي كانت ملازماه وهو شاب اصلا قبل الجواز، دي لو رجع لها تاني وبعد الجواز يبقى معناها ان هو فعلا ملل من حياته الزوجيه، في ملل اصلا من الحياه كلها، مش على هوايه، فاهماني؟ او غير ما كان متوقع، مش الحياه اللي كان متخيل انها تاخده من كل دول، فاهماني؟ وتخليه يستقر وكده. فدي برضو ده حاجه بترجع للزوجه بجد يعني، في حاجات الزوجه لازم تاخد بالها منها قوي لما تلاقي كده، لان معلش الصحاب برضو بيبوظوا بعض.
للاسف. فاهماني؟ ما انت قعدت انا اه انت مطمنه ان هو مع اصحابه، اوكي مفيش مشكله، على القهوه ومع الرجاله كلهم، بس الرجاله برضو بساعات بيبوظوا بعض زي ما الستات بيبوظوا بعض في الافكار والدماغ وكده ده يلعب في ودانه بالظبط. كده ويقوله كده ويقوله ممكن كده، صاحبه عمل حاجه تلاقي يقول له بس اتأثر طب يعني. جرب زي مش عارف ايه، برضو كل واحد برضو بيحب ايه يبين للتاني ان هو يعني كل حاجه عنده متاحه، فاهماني؟ مفيش واحده بيخاف منها يعني، او وبيستفزوا بعض كده على فكره، انت خايف من المدام، انت مش عارف ايه، فممكن يمشي في حته غلط بسبب بس ان هو كلمه استفزته من حد، فاهماني؟ طب وهي الست تعمل ايه عشان تقدر انها يعني تحافظ على جوزها وما يبقاش على طول مش طايق البيت والكلام ده؟ بصي انا اول حاجه دايما اقولها لاي حد من صحابي او اي حد من يعني من البنات اللي بتعامل معاهم، حاولي تسمعي لجوزك لما يبدا معاكي في الكلام، سيبيه يخلص كلامه للاخر، حتى لو كلام يدينه يعني، حتى لو كلام هيدينه مطلعه غلطان، او حتى لو اعترافات، سيبيه يكمل كلامه للاخر، بلاش تهاجميه وبلاش في تبقي ستات فعلا اللي هي مجرد ما يبدأ كلام مش مجرد ما عاجبها تلاقيها بتهاجمه، تنفعل مجرد ما وتهاجمه على بتهاجمه طول. تنفعل، هو كده خلاص خد منها حذر وخط احمر، وبدا ايه بدا بقى مؤشرات الخوف عنده، فطبعا هيضطر ايه ينتمي لبره، يحكي مع حد من صحابه، يحكي مع واحده من صاحبته، واحده على النت، حد من معاه في الشغل، بصي عنده بقى يعني الفرص كتير بره، فاهماني؟ فانت ليه انت الحته دي اهم حته ان انت تسمعي له وتخليه يعني يندمج اكتر، يعني ما تقطعوش عشان ما تفوقهوش، خليه يكمل وفي وعايز نفس الوقت الكلام تكون يعني. وتكون حكيمه، هي مش بتوقع عشان تمسك عليه وتعمل مشكله، لا هي تكون حكيمه، اللي هي ايه لو تقدر بعد قابل كده لها انها مره تحتويه وتشوف ايه بالظبط العيب كده من عندها برضو بالظبط تقدر كده تصلح يعني. بالظبط. فبرضه خلي بالك في حاجات كتير والله يا جماعه بجد فعلا احنا مسؤولين فيها، يعني انا كست بعترف ان احنا مسؤولين جدا في النقط الحساسه قوي دي، لان هي دي فعلا اللي ممكن حاجات صغيرة جدا ما ياخدوش بالهم منها وتكبر تكبر وتؤدي لمشاكل كتير يعني. لو من الأول راعوا الحاجات البسيطة دي ممكن يفرق قدام كتير. لا طبعا ده اكيد اكيد، ما هو بص يعني الحاجات الصغيره لو اجتمعت على الواحد هتهلكه، مع انها صغيره بس لو كترت هتهلكه، أيوة، هتضيع حاجة الدنيا. فوق حاجة فوق حاجة بالظبط يبدأ يشيل من جواه يعبي ايوه، في وخصوصا الآخر بقى لو بقى. دخلتي في مرحله ان انت اتقفلتي من جوزك او ايوه في جوزك الاخر اتقفل هيوصلوا منك لمرحله ان هما اتقفلوا من بعض، وممكن في خلاص، الاول كانت تبقى حاجات بسيطه جدا لو تفادوها واحده واحده ما كانوش وصلوا للمرحله ما دي. هو بقى المشكله في كده، احنا اصلا يعني النقطه الاساسيه حته العتاب والصراحه، لان برضو الصراحه مهمه برضو، يعني هو الراجل لو هيتكلم يبقى صريح، انت عندك جرأة ان انت اصلا تحكي، خليك صريح هل جرب. الرجاله بطبعهم كدابين؟ هو معظمهم كدابين بس حفاظا على يعني في حفاظا رجاله بيكذبوا على حفاظا على البيت. البيت وعلى الحياه، طب وهل الكذب عارفين انها يعني، هتخرب لو هل قالوا الحقيقه. الكذب هل الكذب بتاع الراجل ده يعني انت شايفه ان هو يعني شيء كويس لا مش لو كويس مضطر طبعا، ان هو يعمله، لا طبعا مش ولا كويس، المفروض لا مش يبقى صريح كويس، مهما كان؟ صريح، خربت ما خربتش يبقى صريح، اصل انت بتعامل ربنا، اصل الكذب ده يعني حاجه ربنا محرمها اصلا، مش عشان سيب مراتك ولا كده، طب سيبك من اي حد، انت عشان ما تكذبش تكذب ليه؟ اصلا مش من صفات الراجل الكذب، الراجل ما يكذبش، هيخاف من ايه؟ ما هو لو خايف اصلا ما يعملش الحاجه اللي هو، فاهماني؟ بس الرجالة دلوقتي تحسي يعني في رجالة تلاقي كأن الكذب بيجري في عشان دمهم خاطر كده، ما تصرفاتهم، يعرفوش يقعدوا لا من عشان غير ما معظم تصرفاتهم يكذبوا، بقت غلط، ما مش مرضي عنها، مش ما حدش هيوافقهم في الحاجه دي، فاهماني؟ فبيضطر معلش هقول لك على يكذبها حاجه، عشان. انت هتجي مثلا واحد مثلا جه يقول لمراته انا بصراحه حاسس ان انا عايز زوجه تانية وعايز اتجوز بصراحه كده، لو جت شهدت عليه الدنيا كلها كلهم هيقولوا لها عنده حق براحته، حتى لو انت ما فيكيش اي غلطه، ده حق ربنا صح ولا لا؟ صح وانت طبعا. ما بتكذبش، انت قلت الحقيقه، لكن بقى تعالي مثلا قولي مثلا ده انا مصاحب واحده، طب انا هطلع مش عارفه شرم مع حد وكذب، طب ما انت طبعا كل هي غلطك وانت بتكذب عشان انت عارف ان انت غلطان، أكيد. فاهمه كلامي؟ فالصراحه يعني ما فيهاش كلام، هو لو راجل مش هيكذب، ولو راجل مش هيعمل حاجه غلط تخليه يكذب، أيوة فاهمه زي ما كلامي؟ بيقولوا كده، امشي عادل يحتار عدوك بالظبط فيك. بالظبط، وانا ما بشجعش بصراحه الراجل اللي يكذب بجد، يعني ما بيقدوش لحاجه غير المشاكل وبس وعدم الثقه، طبعا لما كذبة في تفقد فيه كذبة، الثقه لما جامد. لأن الثقة لما بتتفقد مرة صعب إنها ترجع زي الأول، لا 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 أو صعبه الثقة خالص، لما تتكسر يعني هتاخد وقت على الأقل عشان ترجع ما زي بترجعش الأول. ما بترجعش ده لو رجعت ما بترجعش، للأسف ما هو بترجعش بس في أغلب مجرد الأحوال. بتعدي انتوا هي بتعدوا ممكن الحياه وخلاص، تفوت أيوة عشان تعدي الحياة، بس هيفضل لكن من ما جواها بترجعش سنة إن شرخه. هي مش أيوة سنة شرخ. صح كده. طب إيه الحل مع الراجل المنتقد دايما؟ اللي بينتقد مراته يعني، بصي هقول لك على حاجه، الراجل اللي بينتقد مراته على طول عمال على بطال، في حل سلبي وفي حل ايجابي،
الست، يعني الست لو هتتكلم في حل ايجابي مثلا كل ما يشوفها انت عامله كده ليه، ايه شكل شعرك عامل كده ليه، اكلك عامل كده ليه، لبس جسمك مش عارف ايه، اقل حاجه هتقول لو هي حل ايجابي وعايزه تعدي الموضوع تقول له خلاص الله يسامحك ان شاء الله هغير من نفسي. لكن لو حل سلبي وعايزه بقى تكبر، انا ما خدتش رايك اصلا، انا بعمل لنفسي، مش عاجبك الاكل ما تاكلش، روح كل بره بفلوسك انا ما بكيف، يعني ممكن لو هي عايزه تعمل مشكله بقى، فاهمه؟ ممكن المشكلة ان ده برضو يأثر عليها نفسيا ويخليها حاسة بالنقص او ان هي عندها مشكلة. ده هو اكيد بيأثر عليها يعني لما نفسيا. مثلا يقول لها شعرك مش عارف ايه، لبسك ايه، شكلك ايه، ده مثلا تقنتي الكلام ده، ممكن ممكن بعض الكلام برضو يقوله بدافع النصيحة حتى او لو هي بدافع كده فعلا برضو ما ي... ما ايوه، لكن ساعات بيبقى الاسلوب دبش شوية زي ما ما الاسلوب بيقولوا اللي بيفرق يا يعني. بسنت، الاسلوب اللي بيفرق. انا ممكن مثلا معلش، ما هو ممكن مراته مثلا حبيبتي انت بصراحه ما كنتي في وزن كذا كانت تحفه، ايوه يعني يعني انا في بصراحه اسلوب، بحبك في حتى لو الشكل انا ده قوي ومش عارف ايه، عاجبني تفكريني بايه حاجه، مش عارف ايه. لو عاجبني حاجه وعايزه لكن اقولها انت لك. مالك عملتي في نفسك كده، انت بقيتي طب هو نفس الكلام بس وصله بطريقه صعبه، هي نفس ايوه لو الرساله على فكره الكلام توصل قاله باسلوب حلو ممكن يفرق كتير، بالظبط. بالعكس ممكن والست يشجعها مش ان هي غبيه يعني، تحسن ست لماحه الحاجه، وبتفهم، يعني بتفهم جدا كمان بس لو جوزها يعني. قالها لها باسلوب وحش ممكن يخليها تعند او ترد رد مش حلو لا مش او هتعند، تتضايق. هو مش على عند بقى ده، هو يخاف من حاجه بعد كده انها تركز معاه هو. الست لو ركزت معاه هتكرهه في نفسه، هتفقد رجولته وهتفقد ثقته بنفسه طول العمر وقدام اي حد. لو ركزت معاه انها مثلا حسيته ان هو مش مالي عينها، دي مصيبه، للأسف دي مصيبه كبيره دي عند الراجل على هو فكره. كمان فانت ليه توصلها، ليه تخليها تتعلم منك؟ كتر ما هو بينتقدها كده ممكن يعني هي تحاول تعمل دي عشان يبقى شكلها حلو، دي مع الوقت هتحس بقى بالنقص او ما ان هي انا مش ما هو مالية بصي عينه، اصل او اه فده بالظبط، هيأثر فيها في نفسيتها بعد ما كده. هو امتى الزوجه تقفل من زوجها او الزوج يقفل من زوجته؟ لما يكون عمل كل حاجه ليها مثلا وبرضه ما عجبش، وبعدين قفل، هيفضل مفيش حاجه تانية ينتقدها، يديها. هتلاقيها في الاخر مع الوقت بقى هي اللي هتبدأ تنتقده او تحاول تحسسه ان بالظبط هو هتبتدي بقى مش تركز مالي معاه. عينها. اه ايوه بالظبط، مع ان هي مش يعني هي مجرد بس بتضايقه خلاص، مش في دماغها حاجه معينه، بس هي بتحاول تردها له مش اكتر. طب وانت ليه بتخليها تتعلم منك وتقول لك تاني؟ يعني في رأيك ان الكلمة الطيبة ليها تأثير مع الراجل والست؟ الكلمه الطيبه دي هي اساس كل حاجه، ده الكلمه الطيبه صدقه، صدقة. فاهماني؟ يعني ممكن يعني كلمة طيبة تفرق كتير جدا اصلا. الكلمه واللمسه يعني وبشرهن، يعني عارفه حتى لو انتوا بتتكلموا لغه الحوار نفسها، مثلا بيكلمها اه يا حبيبتي وحصل كذا ويكمل مثلا يلمس على شعرها اه ويكمل كلام عادي، الحاجات دي بتخليها تحس ان هي مع بني ادم فعلا، فاهماني؟ مع حد فعلا فعلا يستاهل انها تبقى مراته، قيمته بتكبر عندها. الكلمه الكويسه بتغير حياه، بتغير ممكن حياه ايوه كامله لما حد يبقى اللي قدامك متعصب ومخنوق ممكن الكلمه الطيبه تحتويه اصلا بالظبط وتخليه كده، يغير بالظبط موقفه، او بالظبط ممكن كده. تخليه يسمعك او يهدى في موقف هو منفعل اولا فيه. لما يكون انسان منفعل ما ينفعش تيجي يعني مثلا هي مثلا بتتخانق معاه حصل كذا كذا كذا، او ابنك عمل كذا وكذا وكذا ومقابلها من على الباب حصل، المفروض مش المفروض لا انت يعني لكل غلطانه مقام مقال انت اللي عملتي تستنى، مش بس عارف ان ايه. هو يعني ايوه ده لو هو استنى بيهاجم يهدى بقى، تتكلم معاه الاول لا المفروض هو يسيبها يقعد. تخلص كلامها يقول لا صح انت عندك حق، هو فعلا غلطان وفي بعد كده، بس كنا ممكن عملنا كذا كذا، فاهمه؟ انت لازم ياخدها في الغضبه بتاعتها ويرجع بيها بالراحه، مش يروح مصطدم بيها، ما انت هتلاقي مصيبه. شكرا يا دينا، نورتينا جدا الله النهارده، يخليك يا حبيبتي، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. بجد والله وقت جميل والله، قوي ما شاء الله. واشكركم اعزائي المشاهدين على متابعتكم لينا، واتمنى تكونوا استفدتوا معانا، واشكرك طبعا يا دينا، كانت حلقه جميله ومفيده جدا، واشوفكم الاسبوع الجاي في حلقه جديده من برنامجنا حواديت مصريه.